تبعات جائحة كورونا يبدو أنها لن تنتهي قريباً. أوبك قلصت من توقعها للطلب العالمي على النفط في الربع الأخير من عام 2021 بسبب السلالة المتحورة دلتا، وقالت إن المزيد من التعافي سيتأخر جزئياً حتى العام المقبل حين يتجاوز الاستهلاك معدلات ما قبل الجائحة. التوقعات على الطلب كانت تدور في المتوسط عند 99 مليوناً و7000 برميل يومياً في الربع الأخير من العام الحالي، بانخفاض قدره 110 ألف برميل يومياً عن توقعات الشهر الماضي.